امرأة أوقفت دكانا على أن يضحى لها كل سنة منه والباقي من أجرة الدكان لذرية ابنها للذكور دون الإناث، فهل هذا الوقف صحيح وقد مضى عليه قرابة 200 سنة، وكيف يصحح إن كان باطلا؟ هذا من تعرض له الأوقاف الماضية من تعرض لها على ذمة من أوقفها، ولكن ابتداء نحن نمنع من هذا ابتداء، ما يعمل هذا أحد ابتداء، أما شيء ماضي له 100 سنة ولمن تعرض أوقاف الناس على ذمتهم وعلى مسؤوليتهم. نعم.